الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز، نستمر في قراءتنا كتاب شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 23 من جمادة الآخرة لعام 44 و400 ألف، الموافق ليلة 16 من الشهر الأول لعام 23 و2000، وقد بلغنا قوله تعالى أو باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. اللهم آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق في مصنفه. بارك الله فيك. يقول الشيخ الإسلام المجدد محمد بن الهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. هذا استفهام استنكاري، يعني كيف يأمنون مكر الله عز وجل؟ أفأمنوا مكر الله؟ والله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفة في المقابل، قال: ويمكرون ويمكر الله. ولا يقال بأن الله عز من أسمائه الماكر، لا، ليس من أسماء الله الحسنى الماكر، ولكن من صفاته بالمقابل يمكر بالماكرين، يمكر بمن يريد أن يمكر. فالله يقول: أفأمن مكر الله، فإن الله عز وجل يمد للظالم حتى يوقعه بشر أعماله. فعلى المسلم ألا يأمن مكر الله تبارك وتعالى، ولا يحتال على محارم الله جل وعلا، ولا يتكبر. فالله يقول: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فدل على أن الذين يأمن مكر الله من الخاسرين. وفي المقابل قال جل وعلا في سورة الحجر: ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. فالقنوط هو اليأس من رحمة الله. وهاتان الآيتان فيهما دعوة لكل مسلم أن يكون خائفا من الله عز وجل، راجيا رحمته، ليكون في حياته وفي عبادة لله عز وجل بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف فيقنط من رحمة الله، ورحمة الله وسعت كل شيء، ولا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله عز وجل. والله جل وعلا شديد العقاب، سريع الحساب، لا تخفى عليه خافية، يحاسب على كل صغير وكبير، حتى الذرة، الميزان بالذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد واضحة، أن من الإيمان، من التوحيد، أن يكون المسلم خائفا من الله عز وجل، غير آمن من مكره، وأن يكون راجي رحمة الله عز وجل، غير قانط من رحمته. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق في مصنفه. نعم، نقرأ تعليق الشيخ ابن باز نفعنا الله به. قال رحمه الله تعالى: قال الشارح رحمه الله: هذا الباب في بيان تحريم الأمر من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وبيان بعض هذه الكبائر. يقول: باب قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أراد المؤلف رحمه الله بهذا التنبيه
على أن هذه كبائر يجب الحذر منها، فالأمن من مكره. على أن هذه كبائر. لماذا قلت كبائر؟ لأن بدأ من اسم الإشارة. تدري متى يكون بدأ من اسم الإشارة فيأخذ حركته؟ إذا أتى بالألف واللام. لو قال أن هذه الكبائرة، عرفت؟ فتكون الكبائرة بدل من هذه. لكن أن هذه كبائر خبر، خبر أن مرفوع، واضح؟ لو قال أن هذه الكبائر كذا وكذا يكون الخبر. أما هنا أن هذه كبائر، اسم أن واسمها وخبرها. إذا الألف لام بالكلمة بالاسم اللي بعد اسم الإشارة يأخذ حركة إيش؟ اسم الإشارة، واضح؟ أعد الآن. أراد المؤلف، أراد المؤلف رحمه الله بهذا التنبيه على أن هذه كبائر يجب الحذر منها. والحين تم الكلام ولا لا؟ أن هذه كبائر تم ولا ما تم؟ مبتدأ خبر، يجب الحذر منها. نعم. فالأمن من مكر الله من الكبائر، وهو يفضي إلى التساهل بأمر الله وركوب محارمه، لأن من أمن مكر الله ساءت أعماله. لأن من أمن مكره ساءت أعماله. نعم. ساءت أعماله وساءت أخلاقه وساءت تصرفاته لأمنه من مكر الله عز وجل. إذن الأمن مكر الله يؤدي إلى الإساءة، إلى الإساءة في العمل، إلى سوء الأخلاق، إلى سوء التصرفات، واضح؟ من أمن مكر الله ساءت أعماله وساءت أخلاقه وساءت تصرفاته. إذن يجعل المسلم أن لا يأمن مكر الله حتى تستقيم أعماله وتحسن أخلاقه وتصرفاته. نعم. قال رحمه الله: والقنوط ضد ذلك، وهو اليأس من رحمة الله عز وجل، فيسوء ظنه بالله جل وعلا، ويحصل له من القنوط وانكساف النفس وسوء ظن. أعد والقنوط. والقنوط ضد ذلك. نعم. وهو اليأس من رحمة الله عز وجل، فيسوء ظنه بالله عز وجل، ويحصل له من القنوط وانكساف النفس وسوء ظنها وتحرجها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله حرم هذا وهذا. حرام واحد يقنط من رحمة الله. سمع لبعض الناس يصرف على نفسه ثم يقول: أظن أن الله عز يغفر حتى للشيطان لكن لا يغفر لي، نعوذ بالله. والله يقول إيش؟ أن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عباد الذي أسرفوا على أنفسهم، يخاطب هذا وأمثاله: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف تقول إيش؟ أظن الله لا يغفر لي، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فلا قنوط ولا يأس ولا أمن من مكر الله عز وجل، بل يجب أن يكون بين الأمرين يرجو ويخاف، يرجو ربه ويخاف ذنوبه وسيئاته. هكذا يكون المؤمن، وهكذا يكون كل مكلف، بين الرجاء والخوف، بين الأمن والقنوط، فلا يأمن مكر الله ويلجأ إلى معاصيه والسيئات، ويوكل إلى أرض البطالة، ولا يقنط وييأس من رحمة الله، ويسيء ظنه بالله، ويقول إنه لا يغفر له ولو فعل ما فعل. كل هذا باطل. نعم. حتى قالوا أن الخوف والرجاء في عبادة المسلم لله عز وجل كجناحي طائر. الطائر يطير بكم جناح؟ بجناحين. ورأس الطائر قال بمنزلة الحب. فالمسلم يتعبد الله، يعني يخضع له لله عز وجل بالعبادة، بالحب، مع الحب والخوف والرجاء. الحب دافع عظيم لعبادة الله عز وجل وهو واجب، والخوف والرجاء كجناحي طائر لا يغلب أحدهما على الآخر. هكذا يصير في حياته في عبادة الله عز وجل. لكن في بعض الأحيان يحتاج إلى أن يغلب الخوف. قال: إذا صادف المعصية والمغريات ففي الحالة يغلب ماذا؟ جانب الخوف حتى لا يقدم على معصية الله. قال: وإذا أقبل على الله عز وجل لم يبغى يعني فسحة لأن يعبد الله ويعمل، فقد شارف على
الوفاة الموت، فهنا يغلب جانب الرجاء من باب إحسان ظن بالله عز وجل. أما في سيره في حياته فدائما يكون بين الخوف والرجاء، حب لله عز وجل مع خوف ورجاء. نعم، إذا غلب جانب الخوف إيش أدى إلى القنوط من رحمة الله، وإذا غلب جانب الرجاء أدى إلى الأمن من مكر الله. لا، خليك بين الخوف والرجاء. نعم. قال رحمه الله: فالواجب على كل مكلف أن يكون خائفا من ربه راجيا لرحمته، يسير إلى ربه كالطير بين الجناحين خائفا راجيا، حسن الظن بربه خائفا من ذنوبه حتى يصل إلى الله على هذه الطريق، على هذا الطريق. فهذا هو سبب طريق الأمن وطريق السعادة. وفضل بعض أهل العلم أن يغلب جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض، لأنه في حال المرض يضعف عمله فينبغي أن يحسن ظنه بالله أكثر، وفي حال الصحة هو أقدر على المعاصي فينبغي أن يغلب جانب الخوف والحذر لعله ينجو. والأصل والأساس أن يكون بين الأمرين، أن يكون بين الخوف والرجاء، فيخاف الله ويرجوه ويحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، ويسارع إلى مرضه ويحذر بطشه فيسارع إلى ترك محارمه عز وجل. هكذا يكون بين الأمرين راجيا خائفا. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال الله جل وعلا في الصالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذا من كمال الله عز وجل أنه يتصف بهذا وهذا، كما أنه غفور رحيم كذاك إيش عذابه أليم، وهذا ذكر الله في مواضع. من ذلك أعلم أن الله شد العقاب وأن الله غفور رحيم، ومن ذلك الله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب، ها شديد العذاب، إذن شديد العقاب. فإذا الله عز وجل متصف بهذا وهذا، وهذا من كماله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: هكذا يكون المؤمنون راجين خائفين، فلا قنوط ويأس ولا أمن وإخلاد، ولكن بين ذلك. ولهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر اليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. يروى مرفوعا وموقوفا. مرفوعا وموقوفا. مرفوعا يعني ايش؟ مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا يعني على كلام الصحابي. نعم. قال: والموقوف في حكم المرفوع. والموقوف في مثل هذا في حكم المرفوع، لان الصحابي ما يجتهد ويقول مثل الكلام الا يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال عن هذا موقوف له حكم الرفع. نعم. قال: لان هذه امور لا يدركها الصحابي باجتهاده، ويحتمل ان يكون قاله ابن عباس استنباطا من الآيات والأدلة الأخرى. وبكل حال فالكلام صحيح سواء مرفوعا أو موقوفا. فالشرك بالله أكبر الكبائر، ثم الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر أيضا. وهكذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. كله صحيح. فهذه الأمور كلها من الكبائر يجب الحذر منها، ولكن الشرك أكبرها وأعظمها، وهو أعظم الذنوب، فلا حسنة معه ولا عمل صالح معه، بل جميع الأعمال كلها محبطة مع الشرك، نسأل الله العافية. أما الكبائر الأخرى فإنها لا تحبط الأعمال ولكنها خطيرة، فاليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، كلها من أكبر الكبائر، فيجب على المؤمن الحذر منها، وأن يكون راجيا ربه لا آمنا، وأن يكون خائفا لا قانطا. والقنوط أشد اليأس. قال الله تعالى:
ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن القنوط أشد من اليأس، يعني هي درجات، فدرجة القنوط هذه أشد من درجة إيش؟ اليأس. نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: يعني لا يقنط إلا الضال. ومن استفهام بمعنى النفي، المعنى لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني عن الهدى. نسأل الله العافية. ومن يقنط، ومن يقنط هذا استفهام، ها، يعني المراد بهذا الاستفهام تقرير من غيرهم هؤلاء الذين يقنطون، ايش الا الضالون، ما في حد يقنط الا الضال والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وفي هذا التحذير من اليأس والقنوط، وان المؤمن يكون راجيا لربه مع حسن ظنه به، لا آمنا ولا يائسا ولا قانطا، ولكن بين ذلك. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الأعراف. الثانية: تفسير آية الحجر. الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله. الرابعة: شدة الوعيد في القنوط، في القنوط. تفسير الطبري، يعني هذا من تفسير الطبري رحمه الله تعالى. نعم. الباب اللي بعده. قال الإمام مجد رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الله أكبر. نعم. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم، اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. الله أكبر. باب الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر شأنه عظيم، ولا يصلح شيء من أمر الدين ولا الدنيا إلا بالصبر، من أمر الدين والدنيا إلا بالصبر. فمن صبر قدر، فالصبر يكون على أقدار الله عز وجل المؤلمة اللي يقدرها الله عز وجل، والصبر يكون على امتثال أوامر الله، والصبر يكون على، يكون عن ما حرم الله. هذا أنواع الصبر وكلها لها فضائلها، وأحيانا يطلق الصبر ويراد به هذا كله. يقال بعبارة ليسهل حفظها: صبر على المقدور، وصبر على المأمور، وصبر عن المحظور. مقدور، ها، مأمور، محظور. صبر على المقدور يعني ما قدر الله عز وجل العبد من المصائب التي لا يسلم منها أحد. من يسلم من المصائب؟ أهل الجنة. ما دام في الدنيا مهما أوتيت من القدرات والأموال والوجاهة والبنين والبنات والدولة والصغار والكبار والحرس والآخرة، ما في أحد يسلم من ماذا؟ من بلاء الدنيا. هي أصلا الدنيا بلاء، انتبهتم؟ ولنبلونكم، يعني هذه اللام موطئ القسم، يعني والله لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الكلمة عظيمة تقال عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. وما تفكر بها عبد إلا هانت مصيبته،
ماذا يقول؟ إن لله، يعني خلقا وملكا وتدبيرا لله، يفعل بنا ما يشاء، إن شاء مد أعمارنا، وإن شاء قبض أرواحنا، وإن شاء رزقنا، وإن شاء رفعنا، وإن شاء خفضنا، وإن شاء أعطى، وإن شاء منع، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم ويسأل. يعني لو أن شخصا ما تصرف بملكيته الخاصة ما حق لك أن تعترض عليه، أقول هذا لي ما هو لك. طيب الملك كله لله عز وجل ويفعل ما يشاء، فما يعترض عاقل على الله عز وجل لماذا أصابه بمرض أو بلاء أو خسارة أو حريق أو موت قريب أو نقص في الثمار أو في الأرواح، أو فعال لما يريد. وهذا لا بد لكل واحد منه من نصيب، ها، كل واحد. فما الواجب حينئذ على المسلم؟ أن يعلم أن هذه المصيبة من الله عز وجل قدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب مقادير كل شيء، ومنها الأشياء التي كتبها هذه المصيبة التي وقعت عليك، فيعلم أنها من الله فيصبر ويحتسب، فهذا هو من الإيمان. الأمر الثاني أن يصبر على ما أمر بأدائه في امتثال المأمور، يصبر على الصلاة وإقامتها، على مكاره الوضوء، يصبر على بر الوالدين، وقد يكون للوالدين طلبات غريبة، وقد يكون الوالد يجاهدك لتكفر بالله أن تشرك به، صح؟ تصبر على تربية أولادك، على ستر بناتك، تصبر على ظلم الوالي إذا كان ظالما، تصبر على تعليقات الناس، تصبر على مضايقتهم، ربما تقتل، ربما تسجن، ربما تثبت يعني تسجن، ربما تطرد. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. الصلاة تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. طلب العلم ما يحتاج صبر، ها؟ طلب العلم تصبر، تصبر وعساك تظفر بالقليل من صبر. من صبر ظفر، من صبر قدر. ما تصبر ما تستفيد شيئا. عطني واحد درس، تخرج، تفوق، ما صبر، ما في. لابد من الصبر. فكل من تفوق في شيء في أمر ديني أو دنيوي، ها، إلا وصبر. فأوامر الله عز وجل فيها ما فيها من التكليف وهو تشريف. تصبر تظفر، واضح؟ ثم الصبر عن المحظور، وهذا أسهل أنواع الصبر، وإن كان فيه مشقة ما فيه، لأن النفس فيها طغيان، فيها ميول للشهوات، فيها حب للتكبر والترفع، فيها حسد، الحسد في كل جسد، حب الشهوات. لماذا هذا أسهل أنواع الصبر؟ ليس معنى أسهل أنواع الصبر أنه هين لين، لا، قد تأتي المغريات كبيرة جدا، فمن ذا الذي يثبت أمامها إلا من ثبته الله، أليس كذلك؟ حتى من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ليس بالأمر الهين. فكيف إذا عرض إنسان فتنة أموال طائلة، مناقصات ولا يعني ملايين، غالبا يضعف ما لم يثبته الله عز وجل. لكن لماذا أخف أنواع الصبر هو خفيف بالنسبة للأنواع الأخرى للنوعين؟ لأنه مجرد كف، تكف ما تفعل. لكن الصبر على المأمور أمر إيجابي، تقوم به، فاللي تقوم به أصعب من اللي تكف عنه، انتبهتم؟ طيب، والصبر على المقدور، أقدار الله المؤلمة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا ثقيل جدا، صح، ثقيل، لكن ليس أمامك إلا أن تصبر. ماذا تفعل إذا ما صبرت؟ يعني هل ثم حل آخر؟ هل تشق جيبا أو تخمش وجها أو تضع التراب على رأسك أو تضرب رأسك بالجدار أو تعترض على أمر الله عز وجل أو تدعي بدعوى الجاهلية ولماذا يا رب ما وجدتني اللي أنا؟ هل تفعل ذلك؟ ليس أمامك أصلا إلا الصبر. أصبر واحتسب، والصبر غير الاحتساب، ولا لا، الصبر أنك ما تجزع،
لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك. والاحتساب انتظار الأجر من الله عز وجل ورجاء أن يثيبك الله على صبرك. انتبهتم؟ فإذا هذا الباب عظيم يبين أن من الإيمان الصبر على أقدار الله، وذاك أنواع أعظم أنواع الصبر الصبر على المأمور، لأن المقدور ليس ممكن أن تصبر، والمحظور كف، والكف أسهل من الامتثال، لكن المأمور صبر. واحد يعيش 30 40 50 60 سنة وهو يصلي الصلاة الخمس، ترى ليس بالأمر الهين ما لم إيش يثبتك الله على ذلك. كم من إنسان صلى فترة وضعف، كم من إنسان استقام فترة وضعف، يمكن الأكثرية تدرون الأكثر ما يثبت على دينه أصلا وعلى استقامته، الأكثر يتحمس ثم يتراجع الأكثر. فالثبات والاستمرار ليس بالأمر الهين ما لم يثبتك الله عز وجل، ما لم تتعاهد نفسك بالعمل الصالح. انتبهتم؟ فامتثال المأمور أمر شاق جدا، ما يناله ولا يصبر عليه إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، وقليل من عبادي الشكور. والصبر على المحظور كف، والكف أسهل من ماذا؟ من الامتثال. هذا الباب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة من التابعين هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني ما يجزع، ما يعترض، ما يلطم، ما يسب، ما يلعن، لا يشق جيبا ولا يخمش وجها ولا يضع التراب على رأسه ولا يلوم ولا يلطم. انتبهتم؟ وإنما يعلم أن هذا من عند الله فيرضى ويسلم. كثير من الناس يسأل يقول هذا البلاء الذي أصابني هل هو بسبب ذنب ارتكبته أم ابتلاء يختبرني الله عز به؟ ها الجواب يا أخوان، كثير من الناس يعلق نفسه بمسائل هو في غنى عنها. يعني ما الفرق إذا عرف أن هذا بلاء بسبب ذنب أصبته أو اختبار من الله ابتلاك الله به؟ الآن ما المطلوب مني وقد أصبت وقد وقف علي البلاء؟ ها أصبر واحتسب وادعو الله وانتظر الفرج، أرضى وأسلم. إن كان هذا بسبب ذنب فالحمد لله، ربنا جل وعلا يكفر ويطهر عبده المسلم بسبب البلاء، بسبب إيش يصيبه؟ لأنه عصى الله، يصيبه لأنه قصر في طاعة الله. وإن كان اختبار وابتلاء يعني العلاج واحد، المهم إيش أنك ماذا تفعل الحين؟ تصبر، تصبر. وقد يكون هذا بسبب هذا وهذا أو بأحد السببين، المهم الآن ماذا يجب علي؟ هذا يذكرني بأولئك الذين يصابون بأمراض نفسية، ولا يأتي بس أبعرف أنا يعني شنو فيني بالضبط؟ هو سحر؟ وذا سحر من اللي ساحرني؟ ولا نفس؟ ولا عفريت؟ ولا حسد؟ ولا دعنا من هذا كله. الآن واحد قد كسرت رجله، مكسور من لعب كرة ولا من حال سيارة ولا انزلاق على السلم ولا 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 يا أخي، ولا من رصيف، وإذا من كرة أي كرة، قدم ولا سلة ولا يد ولا، هل هذا مهم ولا المهم إيش؟ كيف أجبر رجلي وقد انكسرت، صح ولا لا؟ هذا دعك من هذا، لا تشغل نفسك. حتى من الرقاة من الدجالي منهم وما أكثرهم يستغل ضعف الناس فيوزع عليهم الأجواء، أنت خاصة النساء، أنت سحر، أنت عين، أنت شنو تابع ما تابع، أنت مش وزع. فهذا الزبائن يقول ما شاء الله عرف أن هذا سحر وهذا عين وهذا إيش الكلام هذا. كثير من الأعراض حتى في الأمراض العضوية قد تكون لها أكثر من سبب، قد يكون لها أكثر من سبب، بل هناك أمراض لا يعرف ما سببها. أنا مرة طبيب يقول لي شفت الضغط؟ ترى كثير من الأطباء حتى أطباء الضغط مو عارف لماذا أصبت بالضغط،
لكن زين توصلنا كيف نضبط لك الضغط إذا صار فيك ضغط؟ لأن أيهما أهم؟ الآن أنا وقعت أصبت، فكيف أنا أعطيك العلاج؟ لأن هذا كل الضغط أو غيره ممكن يأتي وراثة، ممكن يأتي بأسباب مش عارف، ربما من السمنة، ربما العصبية، ربما له عدة أسباب. المهم الآن كيف أضبط هذا الضغط؟ كذلك الآن الأمراض النفسية التي تصيب الناس يبحثون عن راق يرقيهم. المهم الآن كيف أعالج نفسي؟ ومن تأمل المعوذتين وجدهما يا إخوان علاجا ليش؟ لكل ما يصاب به الناس من شر ما خلق، من الشرور كلها، ها؟ من شر النفاثات في العقد السحر، من شر حاسد إذا حسد، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. خلاص عليك بالعلاج النبوي، لا تضيع وقتك وتشغل نفسك في ما الذي أصابني. فالذي يقع عليه بلاء من الله عز وجل يعلم، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم. يعني إذا أصابك الله عز وجل من رحمته بك يصيبك، تعلم هذا ولا تعلم؟ إن كنت لا تعلم فاعلم من رحمة الله أنه يصيبك حتى يكفر سيئاتك وحتى يرفع درجاتك وحتى يطهرك. فالبلاء ما زال في المؤمن والمؤمنة حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة، إذن هذه نعمة. حتى قال بعض العلم لولا البلاء لقدمنا على الله مفاليس، يعني ما عندنا أعمال اللي تسعفنا، أعمالنا قليلة لا تكاد تذكر، لكن هالبلاء الذي يصيبنا هو الذي إيش يرفعنا الله به. ثم أن البلاء لا يدخله الرياء، فهمت هذه الجملة؟ البلاء لا يدخله الرياء، يعني الأعمال الصالحة كونك تصلي، كونك تخطب خطبة، كونك تنصح، كونك تقرأ قرآن، تحسن صوتك، تجود، كونك تصوم، كونك تحج وتعتمر، كل ذاك يفتقر افتقارا تاما إلى ماذا؟ إلى الإخلاص. وإذا رأيت بطل عملك. لكن البلاء مصيبة تقع، ما تحتاج إلى إخلاص أصلا، ما هي مجال إخلاص. مصيبة تقع عليك فيطهرك الله فيقول إيش البلاء؟ ها أجر لا يدخله، أو عمل أو فضل لا يدخله الرياء، تأخذ إيش خالص. فالحمد لله إذا علم المؤمن هذا، شوف الفرق بين العالم والجاهل، إذا علم المؤمن بأن هذا من الله عز وجل فرضي وسلم. هذا الذي قال الله عز فيه ماذا؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. طيب تارة ربنا يقول فبما كسبت أيديكم، صح؟ وتارة يقول الله إيش؟ قل كله من عند الله، ولا لا؟ يعني قد يتوهم الواحد إن أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله، وإن أصابتهم سيئة قالوا هذه من عندك، كلها منك يا رسول، يتهم الرسول. ربنا يقول كله من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادوا يفقهون حديثا. ثم يقول الله ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من مصيبة فمن نفسك. أول شيء قال ماذا؟ كل من عند الله، ثم قال أن الحسنة من الله والمصيبة من نفسك. ليس بين هذا وهذا تعارض، أكيد ما في تعارض، كله قرآن. لكن رب العالمين تقديره للأمور كلها مقدرة من الله عز وجل، هذا ولا هذا كله تقدير من الله تبارك وتعالى. لكن الأسباب إن أصابتك حسنة فهذا فضل من الله عز وجل، وإن أصابتك مصيبة فبما قدمت يدك بما كسبت، لكن أيضا هذا مقدر من الله عز وجل. أما التقدير فكله من الله، قدر الله ماذا؟ كتب ماذا يا إخوان؟ مقاديره كل شيء، اللي لك واللي عليك، اللي يحب والذي لا يحب، مقادير كل شيء. وجعل أسبابا يتفضل الله على من يشاء بالهداية والحسنات، ويضل من يشاء أيضا بحكمة منه سبحانه وتعالى، لكن أيضا بسبب يقوم به الإنسان. قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم زاغوا ولا ما زاغوا؟ زاغوا أو لم يزاغوا؟ فهم زاغوا فزاغ الله قلوبهم. تبهتم؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
شوف في عمل هو يقوم به الإنسان، فسنيسره اليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى، هذا هو بدر منا، فسنيسره العسرى. إذن يسره الله العسرى لأنه أصلا هو الذي قدم على هذا. وربنا جل وعلا يقول: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مده. وفي الضلالة يمده الله ضلالا، كيف؟ عقوبة. يعني ربنا جل وعلا لما يقبل العبد على الله عز وجل وهو مصر على الضلال، فماذا يفعل الله به؟ عقوبة له، يزيده ضلالا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني لو أن الشخص ما تمسكه حتى تعال لا يصر إلا على الباطل، يروح خلاص. أنت تريد هذا الشيء خلاص، يعني ما تستاهل أنت، أنا أجذبك للخير وأنت تدفع إلا تريد الشر. فهؤلاء لما أصروا على الضلالة ماذا عاقبهم الله عز وجل؟ زادهم ضلالة. كالذين ماذا يختارون الشياطين، يختارونهم، ماذا يفعل الله بهم؟ يقيض لهم شياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، هو الذي بدأ، نقيض له الشيطان فهو له قرين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ لماذا؟ لأنهم يريدون هذا الشيء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، وإذا خلوا لشياطينهم قالوا إن معكم، إن معكم. إذا رب العالمين عاقبهم، عاقبهم لأنهم هم اختاروا طريق الشياطين، هم اختاروا طريق الضلال، هم الذين زاغوا. عجزت أن تفهم هذا تستوعبه؟ عليك أن تؤمن. ليس بالضرورة أنت تفهم إيش حكمة الله في كل شيء. أما اتفقنا على هذا؟ ومن أراد أن يعلم حكمة الله في كل شيء معنى ذاك أن يريد إيش؟ أن يكون مثل الله. ذلك الله وحده الذي محيط بكل شيء علما. ما نعلم حكمة الله في كل صغير وكبير، بل ما أوتينا من العلم إلا قليلا. لكن الآن اللي علينا، المصيبة وقعت، هي بلاء من الله عز وجل ليرفع درجاتنا، أم هي بسبب ذنوبنا ليكف عنا سيئاتنا؟ ما الواجب علينا الآن؟ أن نشغل أنفسنا هو من هذا النوع أو من هذا النوع، أو الصبر والاحتساب؟ الصبر والاحتساب. وما يدريك، قد يصيبك الله عز وجل حتى تلجأ إليه، كما يقول ابن القيم: يصيب الله العبد حتى يعلمه كيف يلجأ إليه. لأن كثير من الناس أصلا ما يقول حتى يا رب، فإذا وقع في مصيبة توجه إلى الله عز وجل. وتوجه إلى الله عز وجل خير له من أن يستمر في الغفلة. فالله رحيم بعباده، فيصيب العبد حتى يرجع إليه سبحانه وتعالى. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الشاهد من هذا إيش؟ النياحة على الميت، يعني هذا ضد الصبر الذي قال فيه باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فالذي ينوح، وهذا أكثر النساء، وتتكلم بالباطل عند المصيبة وتتصرف بتصرفات باطلة، فهذا من الكفر وليس من الإيمان. قال ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود يعني عند المصيبة في الناس يضرب والعياذ بالله. شق الجيوب، الجيب هو فتحة القميص من القبل، ها بعض الناس مزق ملابسه. ودعا بدعوى الجاهلية، صيحات مثل ما يقول هذا: لماذا يا ربي تفعل كذا، وإحنا إيش فعلنا كذا، ما وجدت إلا نحن. هذا أعوذ بالله، إلى اليوم يسمع بعض الكلام تعجب كيف واحد يتلفظ به وهو في غاية المصيبة، غاية. ربما أنا سمعت بعضهم قصف على رأسهم يقولك وينك يا الله، شوك يا الله، كيف تقول الكلام هذا؟ نسأل الله العافية. مصائب صدمونا بعض الأخوة، نقل عن بعض الأخوة من تونس في فرنسا، يجزمون جزما أن الذي أول ما اشتعلت شرارة الثورات يسمونها زور الربيع العربي، واحد حرق نفسه في تونس، قال هذا لا صلاة ولا ديانة، قانط. قبل أن يحرق نفسه سب الله عز وجل، وشي سب الله عز وجل ثم حرق نفسه، وإيش سموه؟ الشهيد.
دكاترة في الشريعة هنا في الكويت كاتب مقال رديت أنا عليه ذاك الوقت، قل هذا أبو عزيز واسمه ولا إيش كذا، يقول هذا شهيد على كل حال، إن كان حريقا فالحريق شهيد، وإن كان مش عارف يعني شهيد شهيد، كأن هذا الرجل طلع على الغيب ودكتور بالشريعة، شهيد على ماذا؟ على ماذا أنت تشهد؟ على ماذا تشهد شهادة زور؟ تعرف هذا الرجل؟ تعرف إيش دينه؟ تعرف إيش فعل؟ الانتحار بذاته هذا إيش يا إخوان؟ من كبائر الذنوب، ما كان لنفسه لمسلم أن يقتل نفسه، لإنسان يقتل نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وما يفعل ذاك عدوان وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذاك على الله يسيرا. كيف تقتل نفسك؟ بالعكس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتل نفسه خالد مخلد في نار جهنم. نحن الآن ما نحكم عليه بعينه، لكن مو تأتي تحكم عليه بعينه أنه شهيد على كل حال. سبحان الله، نسأل الله العافية. يعني هذه الشهادات صارت مزورة حتى على رب العالمين يزورون وما يدريكم. فالشاهد بأن هذه من النياحة، لو قال كلاما باطلا، لو شق جيبا، لو شمخ وجها، لو أحث تراب على رأسه، كيف عاد رح يذهب ويحرق نفسه ويقتل نفسه؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فماذا يفعل؟ فيرضى ويسلم. يقول عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. شوف لو أن المسلم يدرك هذا، بيستحضر هذا بأن هذا من الخير الذي أراد الله به. الحمد لله أصبت الآن، ما أصبت إيش بعد ذلك. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وهذا من مكر الله عز وجل بأعدائه، يملي له للظالم، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. فإذا أعطى الله الظالم وما زال مقيم على معصية الله فيستدرجه الله بذلك، سنستدرجهم. فإذا ابتلاك الله عز وجل بالبلاء، لو هذا أقل بلاء يكف سيد، حتى الهم والغم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عن خطايا، نعمة من الله عز وجل. ثم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كما في حديث مر معنا: الشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. بعض من لا يعلم ولا يفهم قد يستشكل، يعني كيف نبي يعني هكذا يفترض أنه يعني يفتح الله عليه مش يبتليه؟ وهذا من الجهل، الجهل المركب. لماذا؟ لأن كلما دخل المتسابق درجة أعلى زيد له في الكمية، ولا لا؟ ليس كذلك؟ يعني أي مسابقة الآن في حفظ القرآن، اللي يدخلون في القرآن كاملا ها هذا جوائزهم أكبر من الذي يختبر مثلا في جزء عامة، صح؟ في المسافات، في السباحة، في حمل الأثقال، في مسابقة الرياضيات، كل ما صعب الاختبار كل ما كان درجته جوائزه صح أعلى. فرب العالمين لما يبتلي من يحب، لما يبتلي الأنبياء لأنهم إيش بلغوا درجة عظيمة، فيعطيهم الاختبار ما هو أقوى. ولذلك لو أن الشخص ما متقدم في أي فن من الفنون تعطيه اختبار يسير، ربما إيش يراك أنك قد تستهزئ به، ولا لا؟ يعني واحد مثل بالرياضيات لو تعطيه مسائل كبيرة يحلها، فتقول له: الدجاجة كم رجل لها؟ إيش يقول؟ تسخر بي، شنو الدجاجة كم رجل لها؟ صح ولا لا؟ دجاجة تولد؟ ما يصير، هذا مستوى عالي، هذا عالم. إذن هنا المعنى، إذا كان هذا نبي عندهم الإيمان ما عنده، فيبتلي الله عز ببلاء أعظم وأكبر على قدر إيمانه حتى ينال درجة الأعلى، هذا هو المقصود. فشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى المرء على قدر دينه، على مستواه.
فإن كان في دينه شدة وصلابة زيد له في البلاء، زيد، لأنه يستطيع على هذا، لأنه بلغ مرحلة عظيمة من الإيمان يبتلى بأشياء كبيرة ويصبر. واضح؟ فحينئذ يعظم أجره، الجائزة تكون أكبر إذا ابتلي، تصير جائزة أكبر. ولماذا الشهداء لهم منزلة عظيمة عند الله عز وجل؟ لأنه جاهد حتى زهقت روعه في سبيل الله. انتبهتم؟ قال وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، يعني يعطيهم اختبار أكبر حتى يصل الدرجة الأعلى، وإن كان عندهم من التقصير والسيئات فهل تعالى حتى يطهرهم. فمن رضي يعني بعد البلاء فله الرضا، ومن سخط فله السخط. واحد الرجال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد جهادا ما في حد يباريه، فمدحوه، قال هذا لا يدعو شاذا ولا واردة ولا شاذة إلا حقه وقتله. قال ما قاتل أحد مثل فلان. الصحابة يمدحونه، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو من أهل النار. تعجبوا، إذا هذا من أهل النار إحنا ماذا نقول وإحنا أقل منه جهادا؟ فتكفل حال الصحابة بمتابعته ومراقبته، حتى لما جرح لم يتحمل، وضع الروح بين يديه وقتل نفسه. فأخبر ذلك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إن الله يعيد هذا الدين من الرجل الفاجر. هذا قدم نصر الإسلام، لكن إيش؟ لم يكن على قدر من الإيمان الذي يؤهله لأن يصبر ويحتسب. وهذا من أمر الله عز وجل، إن الله يدفع الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فيدفع الله قوة كافرة بكافرة، ظالم بظالم، يسلط بعض الناس على بعض الناس، يسلط حتى من أموره القدرية، من عواصف، من زلازل، من خوف، من رعب، من صواعق، يفعل ما يشاء، يدبر أمر عباده، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يرفع هذا ويخفض هذا وينصر هذا ويهزم هذا. الله له الأمر من قبل ومن بعد. لا إله إلا الله. يقول شيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ماذا يقول في الشرح؟ قال الشارح رحمه الله، يقول شيخ الإمام محمد رحمة الله عليه: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن الصبر على المصائب من واجبات الإيمان، وأن الواجب على المؤمن أن لا يجزع إذا أخذته مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو غيره من أقاربه، وأن يتحمل ويتصبر ولا يجزع. قال الله تعالى: وبشر الصابرين. قبلها قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول الله جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. ما هي خاصة ولا عامة؟ ما هي خاصة طبعا. نعم نعم. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كيف يعني بغير حساب؟ يعني بغير الحساب المعهود المشهور أن الحسنة بعشر أمثالها. لا، هذا أجر ما يعلمه إلا الله عز وجل. الصبر يعطي عليها الله جل وعلا عطاء ما يعلمه إلا هو، فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الله يعلمه وحده. ومثل ذلك الصوم، فقال: فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم نوع من الصبر بعد. ومثل ذلك العفو، فمن عفو وأصلح فأجره كم؟ على الله. الكريم الأكرم أحالك إلى نفسه، قال: على الله أن تعفو بس. وبعد: ومن يهاجر في سبيل الله، إذا قال ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. هاجر، الهجرة ليست بالأمر الهين، لكن في سبيل الله، مش ذاهب عشان يشوف له عمل أحسن من عمله ولا لا، في سبيل الله، هذا أجره على الله، يدرك الموت وقع أجره على الله. فالصبر يعني شأنه عظيم عند الله عز وجل. نعم، حتى الجنة بالصبر ولا لا؟ وجزاهم بما صبروا جنة
وحرير بما صبروا. نعم. رحمه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, ومن يتصبر يصبره الله, وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم. قال ومن يتصبر يصبره الله. ما يتصبر؟ يعني يجاهد نفسه على الصبر. هو أيش يتصبر؟ يجاهد نفسه على الصبر. والذي يجاهد نفسه على الصبر ويصبر ويعاني من 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 مجاهدة لنفسه, ها, هذا يا إخوان أجره أعظم. يعني مثل واحد غضوب وراثة شديد الغضب, هو أب عن جد, هذا يعاني لما يمسك نفسه ويحلم على شدة على ما جبل عليه من شدة الغضب. وآخر أصلا هو بارد, يمكن العشر سنوات يغضب مرة. هذا مسكين الغضوب ويمسك نفسه, هذا أجره أعظم. انتبهتم؟ يعني كلما كانت الدواعي أعظم كلما كان إيش الأجر أعظم. ولذلك من هؤلاء الذين يعاقبهم الله أشد الذي الدوافع عنده ضعيفة, ومع ذاك ها تجده يقبل على ما حرم الله مع ضعف الداعي. مثل ماذا؟ قال شيخ زاني, هم طاعن بالسن هم يزني. يعني لو شاب لكان أهون, لكن يزني هو شيخ زاني وملك كذاب. من اللي حاسبك أنت الملك وتكذب بعد؟ وعائل ومستكبر فقير ومتكبر, كيف لو عنده بيستين ايش بيسوي الناس هذا؟ شفت؟ فإذا عظم الداعي ومع ذاك يمسك نفسه هذا أجره أعظم. وإذا ضعف الداعي ومع ذاك يصرف هذا ذنبه أعظم. وكله بحكمة الله عز وجل, ما في شيء يعني لعب ولا عبث, لا, كله عند الله عز وجل. نعم. كم قال رحمه الله, يا أيها الذين اصبروا وصابروا, يعني صبر, اصبر نفسك وصبر غيرك. نعم. قال رحمه الله, فمن الإيمان بالله واجب الصبر على أقدار الله وعدم الجزع. قال الله جل وعلا, ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله, ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة, يعني علقمة بن قيس النخعي أحد كبار التابعين في تفسير الآية, هو الرجل تصيبه المصيبة, يعني في نفسه أو في ماله أو في ولده, فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الله أكبر. هذا معنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه, يعني يؤمن بأن الله قضى هذه القضية قدرها عليه, فيحتسب ويصبر ولا ينزع. فإن الله يهدي قلبه للخير ويطمئنه ويثبته بسبب عمله الطيب. وهكذا جميع القضايا, هكذا يجب على المؤمن سواء كانت في نفسه أو في جماعته أو في بلده أو في المسلمين, ألا ينزع بل يتصبر ويتحمل ويسأل ربه العافية ويدعو الله بما يحب من الدعوات الطيبة ولإخوانه المسلمين ولا ينزع. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, صلى الله عليه وسلم, اثنتان في الناس هما بهم كفر, الطعن في النسب والنياحة على الميت. الأولى الطعن في النسب, يعني تنقص الأنساب وعيب الأنساب تكبرا وتعاظما وازدراء للناس واحتقارا لهم, هذا من أنواع الكفر منكر, يعني من أنواع القبائح والمنكرات. حقا, يعني النسب لا دخل الإنسان فيه أصلا. يعني الإنسان ما اختار لنفسه النسب حتى تعيبه, ليش نسبك كذا؟ هو ظهر على هذه الدنيا هو ابن فلان ابن فلان من الأب الفلاني الأم الفلاني. كما أنت إذا رأيت قد أكرمك الله بنسب عالي ورفيع, أيضا أنت هذا ليس من اختيارك وليس من كدك. فهذه سخافة أن الإنسان يعيب الناس على شيء ليس لهم فيه علاقة, ما اختاروه لأنفسهم حتى تطعن به. ولا تترفع أنت لشيء أصلا أنت ما قمت به. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله عز وجل ما يختار ويصطفي من الرسل إلا بأعلى أنساب أقوامهم, حتى ما يكون في واحد له عذر يقول أنا شايف نفسه نسبه وضيع عامل نفسه نبي. فربنا جل وعلا حتى يقيم الحجة على عباده
يختار من الرسل أرفع الناس نسبا، وأرفع الناس نسبا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ها بني هاشم، ومع ذلك منهم من كفر بالله عز وجل. فهذا ما رفعه نسب أبي لهب، ما رفعه، ونسب بلال ولا غيره ما خفضه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله بهذا الكتاب القرآن أقواما ويضع بآخرين. فمن السخافة أن إنسان يعيب الناس ويتقصم لأنسابهم لأمر ما قاموا به ولا اختاروه، ومن السخافة أن إنسان يرفع نفسه ويتكبر على الناس لنسب ابتلاه الله به، هذا أيضا بلاء ترى، إذا أعطاك الله نسب هذا بلاء، وما يدريك قد ترزق بنسب عالي رفيع في مقياس الناس فيصيبك كبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رحت فيها شو يسوى عليك؟ انتبه لهذا، تعلم العلم حتى تعرف كيف تتصرف كيف تتخلق، لا تزدري أحدا ولا تتكبر على أحد. فازدراء الناس بأنسابهم وطعن أنسابهم كفر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تشهد لا إله إلا محمد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. ولا تترفع فإن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، انتبهوا لهذا. نعم. قال رحمه الله وقوله كفر يعني شعبة من شعب الكفر، وهذا كفر دون كفر، ليس من الكفر الأكبر بل هو من الكفر الأصغر الذي يقع في الناس. كفر يعني من شعب الكفر، ليس من الكفر الأكبر، لكن وإن كان ليس من الكفر الأكبر تسميته كفر ماذا؟ يدل على أنه من أعظم الذنوب. هو بالنسبة للكفر الأكبر ها ليس بدرجة الكفر الأكبر مخرج من الإسلام، لكن بالنسبة لبقية الذنوب ما يسمي الشرع ذنبا كفرا إلا لأنه عظيم، صلى الله العافية. نعم. قال فكثير من الناس ينتقص أنساب الناس ويطعن فيهم تفاخرا أو تكبرا أو حقدا منه على آل فلان أو آل فلان، وهذا لا يجوز، بل يجب على المؤمن أن ينزه لسانه عن ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذا كله من أعمال الجاهلية. أحياناً يعني هذا الفخر بالأنساب قد يوصل الإنسان إلى أكبر الكفر، تصوروا. العرب من عدنان كانوا ينقسمون إلى قسمين، ربيعة ومضر، والنبي صلى الله عليه وسلم من مضر. بعضهم قال لو كان من ربيعة لأسلمنا. طيب مو من ربيعة تكفر وتدخل جهنم ما تخرج منها أبدا عشان من مضر ليس من ربيعة؟ شوف عقلية هؤلاء، يعني كان بينهم تنافس بين فرسان وبين شعراء وبين قتال وبين موقع فلاني، فعلنا وفعلنا، قلنا منا فارس قالوا منا فارس، قلنا منا كذا قال شاعر قلنا من شاعر، هل مر منكم نبي؟ منين نجيب نبي احنا؟ تدري شلون؟ كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه من مضر ليس من ربيعة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو فلان أو فلان، مش هذا اليتيم، رب العالم أعلم حيث يجعل رسالته. والنبي صلى الله عليه وسلم أنسب خلق الله أن يكون رسول رب العالمين وسيد المرسلين، فاصطفاه الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم، ما اختاره عبثا سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله أما إذا كان على سبيل التعريف هذا من بني تميم، هذا من ربيعة، وهذا من بني هاشم، وهذا من كذا، يبين أنساب الناس لا من قبيل الطعن ولا من قبيل التنقص بل من باب الخبر، فهذا لا بأس به وليس داخلا في هذا النهي. نعم. قال والثانية النياحة، وهي المقصود هنا لأنها تدل على الجزع، فلا يجوز للمؤمن النياحة، وهي رفع الصوت بالصياح وكفياه وعوداه
وانكسار ظهره وانقطاع ظهره وما يكون من الصياح والنياحة، هذا لا يجوز. يعني هذه الكلمات كان يقولها، كسر ظهره، انقطع ظهره، لا ممكن ايش تبدد بكلمات اخرى، لكن كل كلام غير الاسترجاع، غير ان يقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لا يقول الله الا خيرا، فلا يجوز ان يعترض يعني يلفظ بالفاظ تدل على جزعه، هذا من النياحه. نعم. قال رحمه الله: اما دمع العين وهو البكاء فهذا لا بأس، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فدمع العين لا يؤاخذ الله به، ولكن رفع الصوت وهو النياحة هذا هو الممنوع، وهو نوع من الجزع ضد الصبر، والواجب الصبر. وهكذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذا نوع من الجزع، ضرب الخدود وشق الجيوب أو شق غير الجيب، ولكن غالبا أنها تضطر لذلك المرأة من شدة الجزع، والدعاء بدعوى الجاهلية التي يفعلها الجاهليون، وانقطاع ظهره وانكسار ظهره وكافياه ونصره مما يفعله الجهال، فهذا كله منكر، فيجب التحمل والصبر والثبات، والعلم بأن الله قدر هذه الأقدار وقسمها، ولا بد من الموت، الموت لا بد منه. وهكذا المصائب الأخرى: أصابه فقر أو مرض، أو مات ولد له، أو أصابه شيء من آفات الدنيا، فالواجب الصبر والتحمل وعدم الجزع وعدم عمل الجاهلية، ولكن يتحمل ذلك ويصبر، ولا يقول إلا ما يرضي الرب، ويسأل ربه العافية، ويستعين به على أمور دينه ودنياه، ويتعاطى الأسباب التي شرعها الله جل وعلا من الصلاة، ومثل قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، وتعاطي الأسباب التي شرعها الله جل وعلا. وهكذا قوله في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند الشيخين، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصارقة والحالقة والشاقة. والصارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها، وكل هذا من أمر الجاهلية، أخرجه البخاري. نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إذا أراد الله تكفير. لكن يا أخوان، ما يتمنى الإنسان المصيبة، لا يجوز، بل يسأل ربه ماذا؟ العفو والعافية، إذا أصيب يصبر، إن الله راجع. نعم. قال: إذا أراد الله تكفير سيئاته قد تعجل له عقوبة، إما بفقر، وإما بمرض، وإما بتلف مال، وإما بهلاك زراعة، وإما بغيرها من أنواع المصائب، فيصبر ويحتسب، فيكفر بها خطاياه وسيئاته. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه ذنبه، وبقي معافا في بدنه، معافا في ماله، معافا في كل شيء، حتى يوافي به يوم القيامة، فتكون العقوبة أشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى أن مصائب الدنيا تخفف بها الذنوب والعقوبات، وقد يمحى بها جميع ما على العبد من سيئاته بسبب كثرة ما أصابه من المصائب. فعلى المؤمن أن لا يجزع، بل يحتسب ويصبر، ويرجو من الله أن يكفر بها خطاياه، وأن يحط بها سيئاته، هكذا يقول المؤمن. نعم. وفي الحديث الآخر يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. يعني كلما عظم البلاء عظم الجزاء، فإذا اشتد المرض صار الأجر أكبر وأكثر،
وإذا اشتدت المصيبة في المال أو في الولد أو في غير ذلك صار الجزاء أعظم، وصار الثواب أكبر، وصار التكفير أكثر. وفي قوله إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم يبتليهم الله ليمحصهم ويزيل خطاياهم حتى يلقوه وهم نقيون من الذنوب سالمون فيدخلون الجنة من أول وهلة. الله أكبر. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وفي الرواية الأخرى: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه. فالمقصود أن ما يصيب العبد من أنواع البلايا إذا كان مؤمناً إذا كان طيباً فإن الله يكفر بها من خطاياه ويحط بها سيئاته، وقد تكون عقوبة عاجلة يسلم بها، فينبغي له أن يرضى ويحتسب ويسلم ويصبر وأن يحذر الجزع. وفق الله الجميع. اللهم آمين. طيب فوائد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية التغابن. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. الثالثة: الطعن في النسب. الرابعة: شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. طيب في واحد ما يضرب الخدود ولا الجبهة، يضرب الفخذ، هذا من هو أو ليس منه؟ منه، يعني ضرب من هنا ولا من هنا ولا من هنا، هذا كله، ولا ضرب الصدر، كل هذا ما يجوز. الذي إذا صابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الناس يكسر له شيء، يعني كسر ما ضرب لكن إيش كسر هذا ومزق هذا. منه منه. نعم. قال الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. السادسة: علامة إرادة الله بعبده الشر. السابعة: علامة حب الله للعبد. الثامنة: تحريم السخط. التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. بارك الله فيك، والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.